الدين الإسلامي يحث على الطهارة على النظافة. سسنا إسلام هو جمرون ومن تأنامي ننكاس أسعام ننكيب سأسعام. لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شركة للنظافة. ما لا يوجد. لازم ماي نبي صلى الله عليه وسلم أكمل كرمهن أنا ماي نتي. والإسلام حث على النظافة حث على الطهارة. إسلام بن جمرون أمين كا أنا ماي من كاسم ها. أرى بعض الناس هدانا الله إياهم يعني يأكل أو يشرب ثم يرمي المهملات. يوم بن كين من كنا يربط يوم. ไอ้สมพี่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ฮิดายะห์เกให้นึงเตรียมจงพอโดยเกนั้นบันโฮหรือกับพักให้ក្រោយមកเกกวาดចោលនៅអ្វីដែលគេហូបធ្វើជាសម្រាប់អោយយកអាខូដលមូហមឡាត من بيتي ثم يرميها في الشارع ឬក៏យកសម្រាប់ចេញពីផ្ទះយកទៅចោលនៅក្នុងនៅតាមទីសាធារណៈយ៉ាស្រាប់អោយ៉ាគុលធំយ៉ារមីផកឬក៏ហូបក្រោយមកគឺកវាត់ចោលلا هذا لا يليق بأهل الإسلام نيكو من سان صام تي من إسلام تي خاصة في المساجد تي بيسهكو نقنق مسجد خاصة في أحياء أهل الإسلام تي بيسهكو استط نقنق قوم ربع إسلام لأنه قد يدخل إلى هذه الأماكن أماكن المسلمين كفار جون كان أكني من مين إسلام تي جون من قوم إسلام لك يريد ينظر ما أنتم عليه الآن في جنب مر ربع جنب خير حاجين كمبون تستط نلر سبحان الطيب لن مرأي في المساجد في البيوت في الشوارع هل يوجد نظافة أو لا نقنق تيه تام قلو نقنق مسجد تامين كا أنا مايتي الدين الإسلامي آمر المسلم إذا انتهى من البول أو الغائط لابد بتطهير المكان خلاف الكافر الآن أكرمكم الله يبول ثم يرفع السروال حتى لا يتطهر الإسلام جمرون نو با جمرون أو مين كان أنا ماي جمرون أو مين كان سمعا نو بيل كراوي دا لجين بنتو بان روج دوي خط أم بين من مين إسلام جون كا كي بيطا بنتو بان روج كي كا لك هاو رو كا تملك هاو ربا كي هاي كا جاك نو ترم تاي بنتو